ولسه بتخاف مني. ايدك ماما تعالي شوفي، تبين شو كاتبين؟ شوفي يا اميره خير ان شاء الله، شو كاتبين؟ كاتبين وافقي بكل طلباتي يوم كامل. اني وافق على طلباتك ليوم كامل؟ ايه. اوكي يا اميره فكره حلوه. بس ماما انا عندي فكره، بدي طلب واحد. طلب واحد؟ ايه. خير ان شاء الله، يلا اطلبي. انا بدي اعيش 24 ساعه بالفضاء. بدك تعيشي بالفضاء اميره؟ ايه 24 ساعه. انا وانتي. انا وياكي؟ ايه انا وياكي. خلي انا انتي معي. بس ما تخافيني اميره. شو هالطلب الغريب ماما؟ طلبي انك تروحي على الملاهي، تروحي على السوق، تروحي على حديقة الحيوانات، اوكي، بس مو على الفضاء. كيف بدي اخذك على الفضاء؟ بليز ماما حلي وافقي بليز. اوكي اميرة، طيب اعطيني مجال يوم واحد وبردلك خبر. لا للمساء. للمساء؟ للمساء ليش تعجبي؟ طيب ماشي أميرة، رايحة أفكر وأرجع لك. لك إنه شفتوا أميرة شو طلبت مني؟ قالت بدها تعيش يوم كامل بالفضاء. من وين طلعت لي بهاي الفكرة؟ وأنا رحت جبت هدول الأغراض لحتى أعيش أميرة يوم كامل بالفضاء. هاي اللعبة رح نلعبها أنا وياها بالفضاء، أوكي، مشان ما تمل هي بالفضاء. وهاد استنوا شوفوا، هاد هلا رح أشغله ويصير جو الغرفة كأنه جو الفضاء، عرفتوا؟ شوفوا هذا هو جهازه، اوكي، وهلا رح اغير بالالوان. يمكن هذا بس احمر، خليني اطفي الضوء لارجيكم. اوكي هذا اخضر، لا ما بدنا هذا اللون، يمكن هذا اللون المناسب. خليني اورجيكم السقف، شوفوا الجو كيف، فضاء ولا مش فضاء؟ يلا. شوفوا هلا رح طفيه، هلا طفيته وبدي اورجيكم كمان شو جبت. هاد مثل الخدعة، هدول اصابع مثل الخدعة، رح العبهم انا واميرة بالفضاء وبعدين بورجيكم لكم كمان. تمام، اصابع بيضو، بدنا نخليها مع العلبة. وهاد رجل فضاء، رح انفخه واخليه هون. اوكي جبت هاي مشان اقدر انفخ، ان شاء الله يزبط، ما بعرف. وبعد ما اجيت انفخه للرجل الفضاء منفجر معي، شوفوا من هون، حاولت الزقه كمان بس ما زبط وضل هيك. وفشلت المهمة، رح اتركه هون على جنب بدون ما انفخه. اوكي بدون نفخ. هلا اللي بيروحوا على الفضاء بيطلعوا على القمر ولا بيشوفوا القمر؟ شوفوا هذا هيك لزقه، ان شاء الله هاي كمان ما تنشق معي لانه اميره عم تنتظر برا، صار وقت نومتها كمان. شوفوا هلا هيك رح الزقها على الحيط هون، رح ألزق النجوم والكواكب الثانية. انتظروا رح ألزق هدول كلهم بالحيط وارجع لكم، اوكي، لانه هذا رح ياخد وقت كتير. اوكي يا جماعة، بعد ما لزقت هون القمر ندمت ليش ما لزقته من هذا الطرف، لانه حطيت النجوم باقي الكواكب هون من هذا الطرف احسن، لانه اميرة رح تقعد هون. يلا خليني افرجيكم النتيجة، افرجيكم النتيجة، شوفوا واو. هدول بس اثنين لزقتهم من هذا الطرف، بعدين قلت لا خليني الزق من هذا الطرف احسن.
فضاء فضاء نظامي. بس شوفوا، واو. المشكلة انه هلأ اذا اجت اميرة ما بتحب العتمة، ما بعرف رح. بس شوفوا وهيك كانت النتيجة. بس ما بعرف هلأ اذا اجت اميرة رح تضل بالعتمة ولا لا، لانه هي ما بتحب العتمة صراحة، بتخاف كتير من العتمة. حلو ولا مش حلو؟ عجبكم ولا لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. ولسه ما خلصنا، استنوا. اوكي شوفوا، ما في، شوفوا على الأضوية ما في شيء ولا بيبين شيء، بس على العتمة. اوكي لسه ما خلصنا، هلا رح اعلق هاي، يعني رح اخبرها انه رح نخيم على الفضاء، يعني مثل الخيمة رح اعلقها هون بالسقف وانزلها لتحت. رح خبرها لأميرة انه نحن خيمنا بالفضاء. وترى انا بعرف واثقة 100% انه أميرة كتير رح يعجبها، كتير كتير. اوكي طبعا تأخر الوقت، هلأ صار نوم، وقت نومة أميرة، فرح اجيبها رح نلعب شوي واخليها كمان تاكل شي، لانه حرام كان بدها 24 ساعة بالفضاء. هي قبل ما انسى كمان جبت نجوم ملونة مشان الزقها بهاي الخيمة، ما بعرف رح الحق ولا لا، خليني اشوف. اذا طريقتها سهلة رح الزق شوي وارجع لكم. هون لزقات صغيرة بنلزقها هون، ومن هذا الطرف بنشيل كمان، في لزقة بنشيلها هيك وبنلزقها. الطريقة جدا سهلة بس بتاخد وقت شوي، فلهيك ما رح كملها، بعدين انا وياها بنكمل. اوكي رح اجيبها لأميرة لانه كتير نطرتني الصراحة. شو كيف الأجواء؟ المشكلة إنه حتى إذا هذا الضوء شغال هدول الستيكرز ما بيبينوا أبداً، لازم ما يكون في ولا ضوء شغال لحتى يبينوا، لازم يكون عتمة عتمة. يعني شوفوا رح طفيها هلأ وكيف رح يبينوا. شفتوا المصيبة؟ إنه الاثنين ما بيشتغلوا سوا مع بعض، وأميرة يعني ما بتحب الظلام، بتخاف بالعتمة. فأنا شو رح ساوي؟ رح أورجيها وأشغل هاد بعدين. المهم أنتوا شفتوا أميرة تعي فوتي. شو؟ شو هذا نجوم؟ كيف عملتي لحالك ملزق؟ تعي فوتي. ما هي نجوم لحالك ملزقة. أميرة شو رأيك ماما؟ لا ماما انا لزقتهم، كانوا في كتار بس ما لزقتهم لانه مشان ما ياخذ معي وقت كتير، وانت سلك ساعه عم تنتظريني. اميره شو رايك؟ شنو؟ عن جد؟ لعبي. اميره لعبي وجهزت لك طاوله مشان تاكلي. واو شوفي، يلا روحي قعدي عدي هنيك. اول شيء بدي العب. بدك تلعبي؟ ايه. ما بدك تاكلي؟ لا. يلا عادي يا ميرا. اوف. اميرة اجت فراحت على اللعبة، بدك تفتحي اللعبة؟ ما بدك تاكلي اول شيء؟ شوفي شو جبت لك. جبت رز بحليب، فانيليا، وقرفة، وكمان شيبس. بدي. وكرز. بدي الفانيليا. طعم الفانيليا؟ اوكي ورح نفتح اللعبة تمام؟ أول شيء لعبة بليز. أميرة شو رأيك بالأجواء؟ استني رح أطفي الضوء وشوف الأجواء، اوكي؟ استني بس شوي، اوكي؟ شوفي الأجواء حواليكي. واو. شوفي هون. ماما. شايف القمر؟ إيه شايفة. وهذا رائد الفضاء. اي والله شفتي شايفه حواليك كيف اميره؟ ماما انا خايفه. لا لا تخافي، ما طفيت الضوء كله اميره. خايفه من الفضاء.
خايفة من الفضاء؟ ايه اوكي يلا خليني اشغل الضوء. شو رايك؟ شو أميرة؟ غيوم. غيوم؟ إيه؟ أميرة بالفضاء ما في غيوم ماما. والله. والله. لكن ماما وين الليل؟ وين الليل ليك والليلها؟ خليني أسكر الباب منيح. خبرتكم أميرة بتخاف من الظلام. لكن كيف بدك تروحي على المريخ ها؟ كيف بدك تروحي على الفضاء؟ أميرة. أميرة أميرة بس خليني أسكر الضوء. بس شوي بس شوي شوفي شوفي تخيل هاي نحن هون نروح القمر نطلع على القمر خليني اسكر الباب شوي شوفي رح تركي للصبح؟ ايه لكن مشان مرة ثانية ما تقولي بدي اروح على الفضاء ماما. اختاري تحديات سهلة اوكي؟ انا كمان تعذبت لحتى جبت هدول الاغراض ايه ماما ما تسكر الباب خلص ما سكر الباب خلي ما يكون عتمة صح؟ يلا نشغل الضوء اوكي يلا نرقص يلا نرقص يلا خليني شغل الضوء وافتح اللعبة معكم لعبة أميرة يهو ماشي لعبة طلبات؟ ايه بدل نروح السوق اشتري طلبات جبت لك علبة كاملة ايه أميرة كتير بتحبها لهاي اللعبة فلهيك جبت لها علبة كاملة وهلا هي رح تطالعون مثل الماكينة هاي هي رح خلينا نفتحها استنوا هلا رح نفتح هذا الباب استني يا أميرة خليني افتح لك عشان انه صعب شوي اوكي ليكو فتحنا الباب وشوفوا هلا رح نلف انا يلا خلي أميرة تلف يلا أميرة لفي افتحي يا أميرة شو جواتها خليني افتح لك صعب شوي ماما ايه شو جواتها خاتم خليني اشوفه يلا أميرة اسحبي مرة ثانية اوكي يلا افتحي هاي المرة يلا حطيني من هذا الطرف ماما يمكن لازم اليوم واحد تاخذ بس واحد يلا لا اعملي تتا وهلا أميرة خليني اشيل الخيمة انا مش أميرة اوكي خليني انا افتحها حطيني حطيني ماما هذا كانوا سحاب او لا شو هاي يا أميرة دبدوب دبدوب صغير ايه شوفوا هاي العلبة فيها كتير هدايا ايه يلا افتحي رجعي طالعي يا أميرة واحد تاني ايه ولا جا يلا افتح نفتح يلا افتحي يا أميرة شو طلع؟ يونيكورن يونيكورن على الليل على القمر على القمر يونيكورن طالع على القمر مثل أميرة أميرة كمان طالعة اليوم على القمر شوفوا شو كيوت ما شوفي في ثقب ايه حطي هون في ثقب كمان حطي هون أميرة اللي بتفتحيهم حطيهم هون اوكي شوفوا واحد ثاني هدول طلعوا لي لأميرة هلا يلا نسحب واحد ثاني اسحبي يلا طالعي بدي واحد زهري ان شاء الله هالمره يطلع لك زهري يلا افتحي ايه واخذ يونيكورن خاتم يونيكور فرجينا اطلع لي هيك شغله صغيره ما اعرف شو يعملون شوف هذا خاتم وكمان هذا خاتم هذا خاتم على شكل ورده او هذا وقع ان شاء الله طلع لي شكله مو شيء هيك
هدول أشياء حلوة صغيرة كيوت. شوف هدول طلعوا لأميرة. يلا نسحب كمان. لسه باقي كم؟ يمكن ما ضلوا كتير. يلا اسحبي كمان أميرة. أخيرا طلع على زهري. يلا اسحبي افتحي. بطريق بطريق وحاط السماعات كمان وبيغني تررن 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 تررن. يلا حطيه كمان على الرف مع رفقاته. أو خلي أنا أثبته. اسحبي هذا آخر واحد. شو واحد ما واحد ما ضلوا الماكينة فضيت أميرة كلها سحبتهم. أوه يلا يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع لها شيء حلو لأميرة. يا رب مو خاتم. لا شو كله هيك دباديب جنيت حلو؟ ما جنيت. هاتي فرجيني. جنيت ما جنيت. جنيتي؟ ايه ليش؟ جنيت بال ما شوفي شوفي تك 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 يما سليمان تك 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 جوزك وين كان تك 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 كان بالحالي عم يخطب. اوه شو حلو هاد احلى واحد. هذا بطنه كبير يا اميره. هاي قطه بطنها كبير. هاي قطه بطنها كبير. شوفوا هدول هن الالعاب اللي طلعوا لها لاميره. ترارارارا ما خلي ارجع احطهم. ترجعي تحطيهم. يلا خلينا نسكر الباب ونفتح من هون ثقب. اوكي وهون سكرنا الباب وهلا اميره رح ترجعون على محلهم. يلا روحي ارجعيهم. شوفوا هلا رح اعمل مقلب بأميرة. أميرة شو خلصتي العلب؟ ايه. اوكي شو رأيك ناكل انا وياكي هلا؟ اوكي يلا يلا انا كمان. اوكي يلا خلصتيهم؟ ماشي. لا ما رح شيله. بعدين فيهم رح ترجعي تلعبي فيهم؟ اوكي بعد ما تخلصي تصوير. اوكي بكره. اوكي اميره لانه هلا رح ننام صار وقت النوم. اميره ما بصير لازم تنامي. شو؟ شو هاد؟ ايدي. شو هاد؟ لك ايدي ايدي ايدي. لك شوفي؟ لك ايدي ايدي ايدي. لك ايدي 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 عاديين مانك شايفتيهم؟ يا حبيبي. شبه البنت جنت فوق ما عملت لها الاجواء كلها فضائي وجبت لها رجل فضاء هون وحطيت لها الاضويه وخيمه خيمنا فوق وحطيت اكلات وهيك ولسه بتخاف مني. لك أميرة خدعة خدعة ماما هي مو أصابعي خدعة. مقلبتك مقلب. أوكي لك أميرة مقلب مقلب. شوفي بلاستيك. إيه بلاستيك. أميرة خافت فكرته جد. أميرة في ضو جواته. خفتي؟ أميرة خفتي؟ هدول للخدع البصرية لما هيك بيعملوا أساس بيعملوا سحر وهيك بيكون حاطين جوا ضو فبيعملوا هيك إنه أساس إيدهم طلعت نار يبين إنه خدعة. خدعة بس مالون ما عم بين خدعة مالون مالون ما صح لأنه إيدهم خفيفة عندهم خفة يد كثير.
وهلا صار وقت الاكل. اميرة بدنا ناكل هلا. اوكي انا رح اكل هاي. يا مكنتي يا حبيبي اعطيني بابا تقلي بليز. اوكي انا رح اكل هاي يا اميرة. هاد اليك؟ هلا انا ما بحبه. ما بتحبي؟ اوكي ما بديش. بس شوفي الاكل طيب الفضاء ولا لا؟ هذا اكل فضاء. لا والله هذا مو اكل الفضاء، بس بما انه نحن عاملين يوم كامل بالفضاء. ماما اكل الفضاء مو هيك. اكل بالفضاء كله معلب، بياخذوا معهم اكل معلب. علب شو؟ معلب كيف؟ معلب شو؟ يعني بالعلب، جاهزين اكل جاهز بالعلب وبياكلوه هنيك عشان ما ايه طبعا. ما رح تقولي رايك كيف كان الجو بالفضاء؟ صراحه ابدا ما عجبني، بخوف. بخوف؟ ايه. اوه اوكي يا اميرة. اميرة عجبتك اللعبة؟ ايه. وعجبتك الاجواء بالفضاء؟ بس اميرة خافت بالعتمة، يعني بالمستقبل اميرة ما خرجت تروح على الفضاء نهائيا. انها بتخاف من العتمة. وهلا شو اميرة؟ مو انا بخاف. لكن انا ابكي ما عم شوفك. لانك ايوه لانك ما عم تصيني. ايه ما عم تشوفي. انا احس عيني مسكرة. لهيك اوكي. وهلا شو اميرة؟ وبس هكا اليوم. شو رح اشوفكم؟ باي. بحبكم. حاولت قدر المستطاع اني اخذها على الفضاء، بس اخر شي ما عجبها كمان وخافت من الفضاء. وهلا رح نقلكم باي باي. اذا عجبكم الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات وانتظرونا فيديوهات الجاية. وهلا بنقلكم باي.